خدناها قبل كده. اول سؤال بيقول لي اكمل 5 في 3 في 10. طب انا متعود بضرب رقم في رقم، يعني يقول لي 5 في 10 يقول لي 3 في 10 يقول لي 5 في 3. دلوقتي قايل لي 5 في 3 في 10. طب اعمل ايه؟ انا حافظ ال 5 في 3. لما تلاقوا 10 او 100 او 1000 الحاجات اللي فيها الصفار دي سهله، الصفر دوت خليه معاك كده، حطه معاك انت فين. وبعدين اضرب 5 في 3، هي 5 في 3 بكام؟ 5 في 3 15. ال 15 دي بقى اضربها في 10، انت كان معاك كام؟ معاك صفر، الصفر دوت زوده لل 15. يبقى انت كده معاك كام؟ ال 15 هتنزل وبعدين هتنزل الصفر، يبقى كام؟ يبقى 150. طب انا لو عندي مضرب في 100 يبقى انا هشيل معايا كام صفر؟ صفرين، عشان ال 100 فيها صفرين، وهنزل مع ال 15 صفرين. نيجي في السؤال ده بيقول لي 8 في 5 بتساوي 4 في كام؟ طب ازاي دي مش ابدال؟ احنا متعودين مثلا يقول لي 8 في 5 الناحيه الثانيه يقول لي 5 في كام وانا اكتب له 8. طب هنا هو عايز ايه؟ لا هنا هو عايز اضرب دولت الاول. 8 في 5، 8 في 5 بكام؟ 8 في 5 ب 40. طب 4 في كام تديني 40؟ ادور انا كده بقى في دماغي 4 في كام تديني 40؟ اقسم ال 40 على 4 هعمل ايه؟ هتبقى 4 في 10 ب 40، يعني كده كده ال 4 بتزود لها 0 1 واحنا متعودين اللي بيزود 0 ده ال 10، يبقى هنزل 10. نيجي بالسؤال ده بيقول لي عدد اوجه متوازي المستطيلات. هو المتوازي المستطيلات فيه كام وجه؟ انا عندي متوازي المستطيلات اللي هو شبه علبة الكبريت كده. عندي في كام وجه؟ عندي واحد، ادي واحد، اثنين، ثلاثة، ومن ورا هنا اهوت في أربعة، وتحت في خمسة، والجنب ده في ستة، يبقى عندي كام وجه؟ وجه اللي هي الحتة دي كلها زي ده اسمه وجه كده، يبقى عندي كام وجه؟ عندي ستة. طب عنده كام رأس؟ طب لو سألني دلوقتي وقال لي عايز عدد رؤوس المتوازي المستطيلات، هو المتوازي المستطيلات فيه كام رأس؟ أنا عندي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، واللي جوه دي تمانية، يبقى عندي تمن رؤوس. طب عندك كام حرف؟ نفتكر مع بعض، أنا عندي في المتوازي المستطيلات عندي 12 حرف، متوازي المستطيلات 12 حرف، متوازي المستطيلات شبه المكعب، نفس الحاجات بتاعته، ستة أوجه، تمن رؤوس، و12 حرف. طب نيجي هنا أهو بيقول لي العدد 5 و3 دولت عاملين للعدد مين؟ يعني ال 5 و3 دولت بيدوني كام؟ يعني بمعنى اصح ان انا بضرب ال 5 في ال 3. انا عايز العاملين دولت بيدوني عدد مين؟ العدد 5 و3 عاملين للعدد مين؟ انا عندي ال 5 في 3 ب 15. يبقى ال 5 وال3 بيدوني 15. هما عاملين دولت عاملين للعدد 15 دولت اللي بيدوني 15. طب نيجي في المصفوفه ديت بيقول لي ديت كام في كام؟ انا عندي الاول ببتدي بعدد الصفوف وبعدين عدد الاعمده. طب عندي كام صف؟ انا عندي واحد اثنين، ادي صفين، ادي واحد، ادي اثنين. طب عندك كام عمود؟ ادي واحد اثنين ثلاثه، يبقى اضرب كام في كام؟ اثنين في ثلاثه، اثنين في ثلاثه في كام؟ سته، يبقى دولت عددهم كام؟ سته، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. نيجي في السؤال دوت بيقول لي 84 100، هي ال 100 فيها كام صفر؟ هنطلع من 100 صفرين. طب ال 10 هو بيقول لي كام 10؟ متعود بنزل الصفرين جنب ال 84 واكتبها. دلوقتي هو لخبطني وقال لي 10. طب ال 10 ديت فيها كام صفر؟ فيها صفر واحد. طب هنا هو انا هطير صفر مع صفر. من ال 100 هي فيها صفرين، انا هطير منها صفر، وال 10 كان فيها صفر انا طيرته. على حسب اللي هنا انا بطير الاصفار، لو هنا في 100 كنت طيرت الصفرين من الناحيه الثانيه. طب هنا اهوت الصفر بقى اللي باقي دوت هيجي يستخبى جنب ال 84، هيبقى كام؟ هتبقى 84 ونزل الصفر يبقى 840، يبقى 840 10. نيجي هنا اهوت بيقول لي 6 في 7 بتساوي 7 في كام؟ ال 6 في 7 لقيت الناحيه الثانيه كاتب لي برضه 7، يبقى مين اللي ناقص؟ 6 بخاصيه ايه؟ بخاصيه الدال. طيب هنا هو بيقول لي ايه؟ الرقم العدد دوت انا عايز اعمله بالصيغه الممتده، طب اعمله ازاي؟ انا بعد 1 2 3 شرطه دي 18 يبقى 18934. طيب انا عايز افك هنا اهو الاربعه ديت ايه؟ الاربعه دي احاد، الاحاد بياخد اصفار؟ لا ما بياخدش اصفار، يبقى نازل كام؟ الاربعه زي ما هي. هنيجي هنا على الثلاثه،
التلاتة دي مكانها فين في العشرات؟ بتاخد كام صفر؟ صفر واحد، يبقى هنزل التلاتين اللي وراها هتاخد كام صفر؟ صفرين، يبقى 900. لو متلخبط خد ايدك عليها وبص على اللي قبليها، عندك كام رقم؟ عندك اتنين، يبقى تنزل صفرين. هنيجي عند اللي وراها التمانية هتاخد كام؟ كام صفر؟ تلاتة، يبقى تنزل التمن تلاتة. اللي وراها الواحد هياخد كام صفر؟ أربعة أصفار، يبقى 10000. نيجي هنا في السؤال دوت بيقول لي 149 عايز يقربه، دي علامة التقريب اللي هي ما بعملش يساوي، بعمل شرطة كده وفيها موجة صغيرة كده اهو. طيب أنا هنا اهو ال 149 عايز أقربها، أقربها لأقرب إيه؟ لأقرب 10. هي فين العشرات؟ الأربعة، حط إيدك عليها. مين اللي قبل منها؟ تسعة. تسعة دي الأربعة حاجة؟ اديها واحد. أنا عندي الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة بيدوا اللي وراهم واحد. اللي أقل من الخمسة ما بيديش حاجة. طيب الأربعة تبقى كام؟ هتبقى خمسة، والواحد هينزل زي ما هو، والتسعة اللي اديتني واحد هيحصل لها إيه؟ هتمشي هتبقى صفر، يبقى هتبقى كام؟ هتبقى 150. هنيجي هنا نوجد ناتج ما يأتي. كاتب لي العدد دوت عايز يجمعه على العدد التاني. كام الرقم؟ كام العدد دوت؟ 1 2 3 شرطة، يبقى 151489 اللي وراها 22143. اجمع، تجمع كام وكام الأول؟ هتجمع أحد مع أحد، 9 مع 3. 9 زائد 3 كام؟ 9 في دماغك و3 على إيديك، بعد ال 9 10 11 12، يبقى هتنزل كام؟ 2. طب هكتب ال 12 كلها مش هينفع، هنزل 2 ومعايا كام؟ معايا 1، هوديه فين؟ على الخانة اللي بعد منها، على العشرات على طول. واجمعهم على الجديد. 1 زائد 8 9، 9 و4، 9 في دماغك و4 على ايديك، بعد ال 9 10 11 12 13. هكتب ال 13 كلها؟ لا ما ينفعش، هاخد الأحد بس اللي هي الثلاثة. والواحد هوديه الناحية الثانية، هيبقى فوق الأربعة. 1 و4 5 و1 6. اجمع اللي وراها، 1 و2، 1 زائد 2 كام؟ 3. 5 زائد 2، هتحط الخمسة في دماغك و2 على ايديك، بعد الخمسة 6 7. كام دوت اللي طلع لك؟ 73632. نيجي عند مسألة الطرح. أول حاجة بيقول لي 2، احنا بناخد أحد مع أحد، 2 ناقص 8، إزاي أطرح 2 من 8؟ إزاي أشيل من الاتنين 8؟ ما ينفعش، هعمل ايه؟ هستلف اللي جنب منها، التلاتة تديني كام؟ تديني واحد، بس الواحد اللي أنا باخده بعشرة، يبقى الاتنين دي هتبقى كام؟ هتبقى 12، لأن أنا أصلاً معايا اتنين، وأنا هاخد 10، يبقى الاتنين دي هتبقى 12، 12 ناقص 8، عد بالصغير لحد ما توصل للكبير، بعد ال 8 9 10 11 12، يطلع كام على إيديك؟ 4، ده اللي هتكتبه. طيب، دوت بقت كام؟ بقت 2، لان انا واخد منها 1. 2 ناقص 1 تديك كام؟ 2 لما اشيل منها 1، 2 لما اشيل منها كام؟ قلنا هتبقى 1. طيب ال 1 ناقص 4 ما ينفعش، هستلم دي هتبقى كام؟ 7، وده كام؟ 11. 11 اشيل منها 4، عد من 4 لحد ما توصل ل 11، بعد ال 4 5 6 7 8 9 10 11، طلع كام على ايديك؟ 7. هتنزل ال 7، 7 ناقص 1، شيل من ال 7 1 تديك كام؟ 6. 9 ناقص 2، عد من 2 لحد ما توصل لل 9، بعد ال 2 3 4 5 6 7 8 9، كام على ايديك؟ 7. كام الناتج اللي طلع لك؟ 76714.